المؤسسات التركية وشركاؤها من الجمعيات الإنسانية حاضرة في مجال العمل الإنساني والإغاثي، ومنها ما سنتعرف عليه في هذا التقرير، فلنشاهد سويا. جرحى أصيبوا بإصابات بالغة الخطورة في مسيرات العودة الكبرى في غزة، قدموا بعد طول انتظار وعناء من أجل العلاج على نفقة الحكومة التركية. تم إصابتي على الحدود وتم إصابتي في القدمين في منطقة الفخذ، أدت إلى تهتك في عظام الفخذ الأيمن. جمعية إنسان للمساعدة الاجتماعية بادرت بالتواصل مع الحكومة ومؤسسات الدولة التركية المتعددة للعمل على توفير العلاج اللازم لجرحى مسيرة العودة واستضافتهم لتلقي العلاج في المشافي التركية. إخواننا في جمعية إنسان طبعاً لهم الفضل في آلية تنسيق مع الحكومة التركية في آلية استقبالنا ومن خلال توفير الإسعافات التي تم نقلنا من خلال المطار إلى المستشفيات. وكعادتها ومع الساعات الأولى، استعدت تركيا لاستضافة عدد من الجرحى وتقديم العلاج اللازم لهم في المستشفيات الحكومية التخصصية. لم تكن رحلة الجرحى إلى تركيا سهلة، فقد رفض الاحتلال الإسرائيلي نقلهم عبر طائرة خاصة وطواقم صحية تركية من معبر بيت حنون شمال قطاع غزة عبر مطار بن غوريون. لم تتوقف الجهود التي بذلتها جمعية إنسان للمساعدة الاجتماعية عند حدود الرفض الإسرائيلي، بل استمرت وتعاظمت لتنجح في ترتيب خروج 20 جريحاً عبر جمهورية مصر العربية وصولاً إلى مدينة إسطنبول. وصل الجرحى إلى المطار، فكانت طواقم جمعية إنسان في انتظارهم برفقة فرق طبية نقلتهم ثم وزعتهم على 4 مشافي في إسطنبول لاستكمال معالجتهم. تنوعت الإصابات بين العلوي والأطراف والحروق وإصابات الرأس وحالات الشلل والجراحات التجميلية الدقيقة. عندي رجل يمين صار عندي خسر صابر، وعندي زرعوا لي فيها سمن والله زرعوا لي فيها وخذوا له عجلتين من على حتى امبارح كان قاموا من جهاز الوظيفي وحين من جهاز ويقوها شوية يعني عشان التهابات. كما قامت إدارة جمعية إنسان للمساعدة الاجتماعية بزيارتهم وتفقد أحوالهم، وما تزال تعمل على توفير كافة احتياجاتهم ومساعدتهم في أمورهم المتعلقة بوجودهم في المشافي التركية. كما تسعى الجمعية لتوفير الخدمات الصحية والإنسانية للجرحى من خلال جهودها التي تواصل بذلها في سبيل تقديم الخدمة لأبناء الشعب الفلسطيني كمساهمة منها في دعم صموده في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية. بعد أن وضعت الحرب أوزارها في قطاع غزة، قد ينسى العالم كله ما جرى، ولكن ذكرى الألم تبقى تلازم المصابين والجرحى إلى أن تندمل الجرح. رحلة العلاج للبعض قد تستغرق أسابيعاً أو أشهراً أو حتى سنوات، ولأن قطاع غزة المحاصر محدود الموارد والإمكانات، فقد قامت إنسان إحدى المؤسسات التركية برصد بعض الحالات ونقلها إلى تركيا لمتابعة علاجها. اليوم معنا عبد الحليم أو عبد الحليم حمد، أحد الأطباء المشرفين على المصابين، يرافقه ضياء زهير البرعي المصاب الذي يمثل للشفاء، فنرحب بهما اليوم في استوديو دنيا الصباح. مرحبا بكم. مرحبا. سلامات ضياء. ما بدنا نفتح عليك المواجع، بس يعني بدنا نسأل كيف صارت الإصابة. لسه طبعا يعني ما الكاميرا تظهر، لسه الغرز موجودة، لسه الجرح لم يندمر، يعني لم تمثل للشفاء بشكل كامل. حدثنا عن الإصابة، كيف حدثت؟ الحمد لله، أنا صابت في تاريخ 6/4 في السنة هذه، صابت عندك طلقتين من اليهود، كنا على الحدود متظاهرين، وأكلت أول طلقة في رجلي اليمين، أجت تحت الركبة هنا وانفجرت كلها العظم باللحم باللي. وبعدين بيمكن يعني بمعنى نوع الطلق المستخدم هو متفجر، يعني يتلف جميع كله المنطقة، ايش ما يخبط بفجره كله. الطلق الثاني اكلته في رجل الشمال، يعني فرق بسيط بين الحمد لله يعني. هذا كله اثار طلق، ليس اثار يعني انفجار شيء. هذا كله انفجار، شايفه كله طلق. وهذه الشظايا التي خرجت من طلقين هنا العمليات ما في الشظايا، خرجت الرجل كلها برا، العظم بالأوردة بالأعصاب كله يعني. هو نوعية عن نوع الطلق وكيف يحدث هذا الأذى الكبير. يعني أنا بفعل يعني ظننت أنه هذا تأثير صغير، يعني قنبلة صغير جدا. تأثير هو نوعية الرصاص المستخدم هو رصاص متفجر، وهو رصاص محرم دوليا، يكون يعني للطلق مدخل
تشعر كأنه طلقة يعني شيء بسيط، لكن عندما يدخل إلى الجسم أو إلى العظام يعمل تهتك كامل بالعظام، فتصبح العظام مع الأنسجة مع الأوردة في تهتك دائم وتهتك كامل، يصعب بعد ذلك ترميم هذه العظام. تمام. والإصابة لما انصبت فيها شو العلاج اللي بدأته في قطاع غزة قبل أن تنتقل إلى هنا إلى تركيا؟ والله العلاجات في غزة بدولي يعني صوت الساعة 4:00 الظهر. طبعا ضمن الموارد اللي محدودة جدا بالقطاع، شو قدروا يعني يعملوا يعني لك؟ يعني حصار وضياق على الصحة وعلى المؤسسات وفيش علاجات، يعني عملوا العملية الساعة 10 في الليل، من الساعة 2:00 للساعة 10 وأنا يعني صراخ من الوجع والألم، وثبتوا لي رجلي 2 بأجهزة بلاتين خارجية. يعني أكثر إشي كان هذا بغزة، يعني ما فيش نعم يعني آخر إشي. نعم يعني قد يكون الأطباء يستطيعون وضعنا في الحالة الطبية عندما يأتي مثل هذه الإصابة المعقدة، يعني بالتأكيد هو ليس كسر مركب، هو عبارة عن تلف في الأنسجة. عندما تأتي مثل هذه الحالة مع الإمكانيات الموجودة في غزة كيف يتم التعامل؟ الفكرة أنه حتى نضوي على الوضع العام بغزة، نحن نتحدث في قطاع غزة الآن عن حصار 11 عام، الوضع الطبي والصحي جدا صعب، تتحدث عن 183 صنف دواء رصيده 0، مخازن وزارة الصحة بالكامل وصلت إلى عجز أكثر من 75% عجز في الأدوية والمستلزمات الطبية. جاءت الأحداث في غزة، مسيرة العودة هي مسيرة سلمية، مواطنين سلميين خرجوا للتعبير عن رأيهم ورفضهم للقرارات التي صدرت بحق فلسطين والقدس. تفاجأنا أنه الاحتلال استخدم شتى وسائل القوة ضد هؤلاء المتظاهرين السلميين. الآن نتحدث عن 15,200 إصابة، 7,000 أو أكثر من 5,000 إصابة مباشرة في الجسد، تتحدث عن أكثر من 2,000 إعاقة، تتحدث عن أكثر من 55 حالة بتر. قلنا أن الرصاص المتفجر هنا يعني يصعب التعامل معه، بمعنى أبسط الحالات تكون تؤدي إلى البتر إذا لم نستطيع تدارك الحالة في أسرع وقت ممكن. هذا في ظل الوضع الطبي المتدهور الذي يحيى قطاع غزة في قطاع غزة، في ظل الحالات اللي هي عبارة عن قد تكون يعني هي عبارة عن جرح معين أو إصابة معينة ممكن أن تتحول إلى أو تتفاقم ويؤدي إلى البتر أو الضرر الأكبر بسبب العجز الطبي الموجود في قطاع غزة. المشكلة أنه حتى الحالات يعني لم تكن في مكان محدد. الآن نتحدث عن حالات إصابة بالرأس، نتحدث عن حالات فقد في العيون، أطراف تمزق أنسجة، يعني تعددت الحالات وتعددت الإصابات. الآن في الوضع القائم في غزة لا يمكن التعامل مطلقا في ظل شح أو قلة هذه المستلزمات الطبية. ما هنا نأتي إلى نقطة الجرحى اللي عم يتم نقله من إلى تركيا للعلاج، تحدث عن أرقام كبيرة يعني ب 15,000 جريح حتى الآن و 2,200 معوق، يعني هذه أرقام جدا كبيرة. إلى أي مدى عم بتحاولوا قدر المستطاع إسعاف العدد الأكبر منهم هنا في تركيا، وكيف حالات المرضى أو المصابين اللي عم بيوصلوا على مستشفيات بعد تركيا؟ المناشدات العاجلة والكثيرة والمتكررة في قطاع غزة، دأبت جمعية إنسان المساعدة الاجتماعية للقيام بدورها كونها جمعية إنسانية ترعى كل متضررين من الأزمات والحروب والصراعات في المنطقة، مباشرة إلى التواصل مع وزارة الصحة التركية ومجلس الوزراء ومع رئاسة الوزراء في الدولة التركية. يعني الحمد لله استجابت مباشرة الجمهورية التركية في هذا الأمر، وتم التنسيق في أعلى مستويات. طبعا جاء ذلك الأمر بعد أن بادرت الجمهورية التركية إلى تقديم الخدمة العلاجية من خلال إرسال طائرة إلى الجمهورية المصرية وإلى بعض الدول المحيطة، لكن للأسف يعني لم يستطيعوا نقل هذه الحالات. نعم. مباشرة قامت الجمعية بإحضار هذه الحالات من غزة عبر مصر، ومن مصر مباشرة إلى تركيا، وتم توزيعها بتنسيق كامل مع وزارة الصحة عبر المستشفيات التركية. الآن يوجد 24 مصاب ومريض من قطاع غزة يتلقون العلاج في المستشفيات في إسطنبول. ننتظر قائمة أخرى تزيد عن 54 أيضا من الحالات المعقدة والحالات التي لا يمكن التعامل معها في قطاع غزة. طبعا ضياء، الكل يعرف أن الوضع في غزة جدا مأساوي، وكما ذكر الدكتور قضية
الطبابة هناك في وضع متردي جدا. أنت عندما حدثت هذه الإصابة يعني ما هي مشاعرك في تلك اللحظة؟ لأن ليس جميع الحالات تستطيع الخروج خارج قطاع غزة مع التضييقات مع الحصار، حدثنا عن تلك اللحظات. والله لما اتصابت أنا يعني عملوا لي العمليات في غزة، وكان فهمني الدكتور إنه رجلي كويسة وما كانش عندي خسس في إشي، يعني صار عندي التهاب وأنا بغزة وقصوا لي 15 سنتي عظم، عندي خسس في الرجل هذا 15 سنتي. بعدين يعني سلمت امر ربنا يعني ايش بدي اقول، واجت المسهله يعني الحمد لله. نعم. قالوا حيفتحوا المعبر. عن هذه الرحله يعني. رحله الحصول على الموافقه والخروج من قطاع غزه كيف كانت؟ مع طبعا كانت الاصابه ما زالت يعني جديدة، الجرح كان لم يندمل شيء منه. الآن الآن ضياء بصورة تجميلية كبيرة جدا أتى إلى قطاع، أتى من غزة، كان يوجد جهاز طبي حديد برجله اليمنى واليسرى وأيضا لا يستطيع التحرك لا على كروسة، أتى من خلال سيارة الإسعاف لحتى الآن وكان تنقله صعب جدا. نعم. ما هي المصاعب التي واجهتها في تلك الرحلة الخروج من قطاع غزة والوصول؟ كلها كانت تركيا. رحلة مصاعب يعني أنا اليوم اللي 96 يوم متصاب من تاني جمعة تصابت فيها، بعد شهر هو سمحوا بفتح المعبر وتحويل الحالات للعلاج في الخارج. وبالتأكيد أنت تتحرك مع كما قال الدكتور أجهزة ربط من الخارج، كان يعني النقل من غزة لمصر بإسعاف. يعني في الشهر الشهر الرابع تم نقلك إلى تركيا بعد الإصابة؟ لا أنا اللي في تركيا الحين تقريبا أسبوعين وقعدت شهر في مصر أنا وشهر وإشي في غزة يعني الإصابة، إلى الحين 3 شهور وإشي من الصاوب. ولما نقلوني يعني قعدنا يوم على المعبر بالإسعافات، نقلونا من إسعاف لإسعاف على مستشفى العريش في مصر. نعم. والآن الآن كيف تجد نفسك؟ كيف كانت الخدمات؟ كيف كان يعني الحمد لله يعني الوضع هنا؟ لما وصلت تركيا يعني لما سافروني هنا عملوا العمليات، ما كنتش عامل عمليات بتاتا إلا هي عملية التثبيت اللي في غزة، وفي مصر اخذوا لي العضل وزرعوه، اما في العظام ما اشتغلوش شيء الا في تركيا مستشفى سليمان القانوني، واشتغلوا في رجلي التنتين بس الحمد لله يعني نفسيا يعني حس حالي احسن بكثير وبحرك رجلي بس بمشيش انا لسه، اما احسن يعني اول ما جيت من الاصابه كنت بالمره يعني تعبان. اشتغلوا الدكاتره الحمد لله وطمنوني، ضايل الحين فتره علاج طبيعي وضايل علي عمليه وإن شاء الله خير. شاء الله خير. الأول. الحمد دكتور لله. يعني بعد ما تنتهي مرحلة علاج المصابين الذين يأتون إلى المستشفيات هنا، ماذا بعد مرحلة العلاج؟ الآن كما ذكرنا أن الحالات كثيرة وكبيرة جدا ومعقدة في غزة، نحاول الآن قدر المستطاع أن نقوم بإنجاز الحالات الموجودة، تقديم لهم الخدمة العلاجية بالكامل، لأنه يوجد حالات أخرى يعني في قائمة الانتظار. الآن قلنا 54 حالة تم الموافقة عليها، نتحدث الآن في قطاع غزة عن حسب التقارير التي تأتينا من وزارة الصحة الفلسطينية أكثر من 385 حالة خطرة جدا، إذا لم يتم تدارك الوقت والإسراع في إنقاذها سواء في أي مكان في من المستشفيات في العالم بالغالب سيؤدي إلى بتر بعض أطراف. ممكن ربما حتى في هذا الموقف نقول يعني نناشد العالم بالكامل، المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي والعربي للتحرك من أجل إنقاذ الحالة خاصة الصحية الموجودة في قطاع غزة والأطفال. نعم. هل هناك حالات أيضا قد تؤدي إلى الوفاة؟ هل هناك حالات بهذه الخطورة؟ أم مثل هذه الحالات يتدارك الوضع ويتم إخراجها من غزة؟ نتحدث الآن عن 134 شهيد في قطاع غزة جراء هذه الأحداث، منهم تقريبا 16 طفل، يعني من يستشهد بالغالب في يعني تكون اصابته خطيره. نعم. ويستشهد. طبعا نتمنى الشفاء لكل المصابين وان شاء الله تكون مرحله العلاج خفيفه وسريعه وكل المصابين الموجودين الان يقدروا يحصلوا على العلاج باسرع وقت. نشكرك جزيل الشكر دكتور عبد الحليم حمد احد الاطباء المشرفين على المصابين، وضياء زهير البرعي المصاب، نتمنى لك الشفاء العاجل. شكرا جزيلا لوجودكم معنا. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا.